من 10 يبقى مش عارف الطول من العرض. لا هنا علم، هنا يبقى في نقص في المفهوم العلمي عند الطالب، وبالتالي تم حذف منه نص درجة، نصف الايه الدرجة، واخد نص درجة على القانون ولا التعويض فيه. يعني السؤال من درجة اللي استخدم 3 من 10 نقص نص درجة. لا ليه خد الدرجة؟ ما انا هقولها بقى دي، ده هما جزئين جزئين. فالاول انا في الف بقول لو عوض 3 من 10 نقص نص درجة، القانون خد النص وده لايف. في بقى ثانيا مش هعاقبه بقى تاني، لان انا خلاص عاقبته على الاولانيه بنص درجه، فبياخد الدرجه ايه كامله. ده بالنسبه للفيزياء. بدا يظهر لي بقى كلام، طب واحنا بتوع الجبر بقى تعالوا لي بقى، السيد مستشار رياضيات والراجل قاعد جنبي اهو، احنا مكتوبه فيكتور ودايركشن ومفيش فيها اي مشكله خالص. تاني حاجه انها الماده اللي باللغه الجبر باللغات، وجنبه ترجمه بالعربي كمان، يعني الكراسه بتيجي فيها سؤال بالانجلش والترجمه جنبه بالايه بالعربي. وكلمه الجبر لم توجد في، مظبوطه استاذ غفار، كلمه الجبر لا توجد في نص المساله، وبالتالي لا ليس هناك اي مشكله في صياغه السؤال ولا احتمال تاني خالص. وبالتالي احنا لا نتعسف، ولكن نتبع الصح في هذا الأمر. عندما يكون للطالب صياغة السؤال أدت إلى تأويل أو أدت إلى احتمال، على طول إحنا في صف الطالب. حد تاني بقى بيقول لك الأوراق بتاع كراسة الفيزياء ناقصة عند 35، وبعدين جات ورقة رسم بياني فبقى افتكر سيادته إن ده كده نهاية الكراسة. عايز أقول له إن السؤال ورقة الرسم البياني هي عقب سؤال معين، ففي النموذج ألف هي عقب السؤال 26، وفي النموذج باء هي عقب 44، وفي النموذج جيم عقب 35، وفي النموذج دال عقب 17، فضلا على أن في التعليمات عدد الأسئلة مدون في التعليمات. نقول له إيه بقى إحنا؟ نعمل له إيه؟ لا أستطيع أعمل له أي شيء لنا ولا غيري. ده يقلب كراسته، في حد طالب بيمتحن يقف عند صفحة معينة ويقول خلصت. أنا في الحقيقة في الوقت ده ما أقدرش أتصرف ولا أقدر خالص نهائي. فده الطالب بهذا الشكل هو مسؤول عما فعله. ويعني هقول إيه الحاجة التانية بقى، نفسي بقى أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، بقالي 3 أيام شاغل دماغي بيها قوي قوي قوي. اللي عايز يمدنا بمعلومة علشان يكافح فساد، يمدنا بمعلومة حقيقية ومحددة علشان نعرف ناخد إجراءات. لما يجي واحد يقول لي إلحق اللجنة الفلانية فيها مشكلة، يا عم قول لي فين، أنا هروح أعمل إرباك للجنة، هروح أفتش كل اللجنة، قول لي في الحتة الفلانية فين وأنا على طول فورا ناخد إجراء. جالي شكوى من أحد اللجان في نجع حمادي تحديدا، وإلحق وشوف والدنيا ونفوذ شكلت لجنة أنا وأستاذ خالد من الإدارة، لجنة الإدارة بأسيوط، وتوجهوا صباح اليوم للجنة في نجع حماد، ودخلوا فتشوا اللجنة وفتشوا الطالبة، لم يجدوا معها أي شيء أي شيء، لا موبايل ولا غير، وفي مكانها وفي لجنتها. وبعدين عموما هو مشطنا اللجنة، أنا قلت قبل كده إن إحنا مشطنا اللجنة في صهاج قبل بدء الامتحان، احنا مشطنا اللجنة المرة دي اثناء الامتحان، وطلعوا موبايلين من طلبة اخرين.